الناس تحت ضغط اجتماعي رهيب جدا وكارثي وطبقي. بمعنى ايه؟ واحد يكون مثلا مرتبه 7000 جنيه وشايل موبايل ب30,000 جنيه، هو من كتر ما هو محيط وعنده الفكرة بناس بصاله على انه في الشعب هنا، انه بصاله على لابس ايه ومعاك ايه ولابس ايه وبتعمل ايه وطريقتك ازاي، هو تحت ضغط اجتماعي، فبيخليه ان هو ال 30,000 جنيه اللي معاه دول يروح يجيب بهم تليفون حتى لو هيتداين. ممكن يكون لينا اصحاب يكون مثلا جايب حاجه وبيدفع لها اقساط وضغط نفسه جدا عشان بس نظرة الناس ليه في القعدة ولا في المكان اللي احنا بنبقى فيه، لابس ايه، معاه ايه، بيعمل ايه، مع ان ال 30,000 جنيه دول او ال 20,000 جنيه دول اللي هو راح يجيب بيهم تليفون هو ممكن يروح يعمل بيهم مشروع يجيب له ملايين. الفرق بيني وبينك ايه؟ ان انا ممكن استخدم مواردي صح وانت تستخدم مواردك غلط. يعني ايه؟ يعني مثلا في واحد ممكن مثلا ان هو يستخدم موارده معاه 10 جنيه يروح يجيب بيها مثلا موز، وانا معايا 10 جنيه هروح اجيب بيها موز، الموز اللي معايا ده اللي انا ب 10 جنيه ده انا هروح ابيعه ب 12 جنيه، وانت ال 10 جنيه اللي معاك دي اللي هتروح تجيب بيها موز تاكله. في فرق كبير ان انت بتعرف تستخدم مواردك وانا بعرف استخدم مواردي، بس انت باصص على الضغط الاجتماعي. ده كارثه. يعني ده يا خساره ويا الف خساره ان انت بتبص للناس هي بصلك ازاي. ما بتبصش ان انت تستخدم مواردك. ده من ايه؟ ايه اللي مسيطر على عقلك؟ الناس المحيطه بيك. مش عيب يا معلم ان انت تختار الناس اللي حواليك، تقعد معاهم، اللي يقدموك، اللي يقولوا لك افكار كويسه، الناس الايجابيه، مش الناس اللي تبص لك انت معاك ايه، لابس ايه، حاطط ايه، بتتكلم ازاي، بتعمل الكلام ده. احنا بنقولها كده بلغه الشباب عندنا، ما بياكلش عيش. فانت عايز حد ان هو يفوقك، يقول لك لا انت معاك كام دلوقتي، معاك 1000 جنيه روح هات بيهم، بال 1000 جنيه دي روح هات بيهم كذا، هيبقوا 1500. مش ال 1000 جنيه اللي معاك هتاخدها وتروح تسافر بيها، ما خلاص كده الموضوع انتهى. حاول تستخدم مواردك صح وفككوا من الضغط الاجتماعي. ما تخليش الناس تبص لك انت معاك ايه ولابس ايه وبتاع. النظره دي مخليه 40 مليون شاب بيتصرف غلط. ومش عيب يا معلم انك تختار الناس اللي حواليك، مش تختار ده انا هقعد معاه، ده انا هقعد معاه، ده انا مش هقعد معاه، لا، اقعد مع الناس اللي تطلعك، اللي تزقك، ما تقعدش مع الناس اللي تعطلك وتخليك تستخدم موارد غلط. صباح الفل.